خمس سنوات مضت على ثورات الربيع العربي. تضحية كانت تضحية واجبة. كيف يمكن الحكم على نتائجها؟ نحن بلادنا نبوها بلاد حرية. ماذا يخبئ المستقبل للأنظمة والمجتمعات العربية؟ الآن يشعر بالتهديد وبدأ يشعر بالنار تقترب من أطرافه. وثائقي من إنتاج العربية. محمود جبريل، ما بعد الربيع. الجمعة 11 على شاشة العربية.